أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك شبهة يريدها بعض الناس، حيث يقولون الدين يأمر بمحبة الزوجة، فكيف إذا كانت الزوجة كتابية؟ هل هذه موالاة ومحبة للكافرين؟ إن كان يحبها من أجل دينها فهي موالاة، نعم. أما إن كان يحبها من أجل الزوجية هذه محبة زوجية، ما هي محبة دين، ما هي محبة دين، محبة زوجية لا تدخل في النهي، نعم.